احفظ الله. ما معنى احفظ الله؟ نرجو الله سبحانه وتعالى أن نمضي هذه الساعة بتوفيقه لفقرة أو فقرتين من هذا الحديث. احفظ الله يحفظك. الفعل والجواب من صيغة واحدة، احفظ يحفظ، اذكر يذكر، فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم. احفظ يحفظ، احفظ الله يحفظك. الجواب حتمي، العلاقة بين الطلب والجواب علاقة حتمية، أي علاقة سبب بنتيجة، علاقة سبب بنتيجة. احفظ الله يحفظك. ومن منا لا يتمنى أن يحفظه الله، أن يحفظه الله تعالى؟ من منا لا يتمنى من كل أعماقه أن يكون في حفظ الله، أن يكون في رعايته؟ لأن الله هو القوي. أنت كلما التجأت إلى قوي تشعر بالطمأنينة أكثر. لو اعتمدت على إنسان عنده بعض القوة وجاء من هو أقوى منه انهار ظهرك، لكن إذا التجأت إلى أقوى الأقوياء، إذا التجأت إلى خالق الأرض والسماوات، احفظ الله يحفظك. الآن نريد أن نفهم ماذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام من قوله احفظ الله. أولا، احفظ حدوده، احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. من هو ولي الله يا جنيد؟ أهو الذي يطير في السماء؟ قال لا. أهو الذي يمشي على وجه الماء؟ قال لا. أهو الذي يبكي في الصلاة؟ قال لا. من هو الولي؟ قال الذي تجده عند الأمر والنهي. مقياس واحد يرفعك عند الله، أن تكون مطبقا لأمره ونهيه. احفظ حدوده، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها. هذا لا يجوز، لا أفعله ورب الكعبة، هذا لا أوافق عليه، هذا العقد لا أوقعه، البضاعة محرمة، هذا اللقاء لا أحضره مختلط، هذه الطريقة في البيع لا أوافق عليها فيها شبهة، حدود. هذا العمل لن أمضيه في إيقاع أبا بمؤمن أو بإنسان. معنى احفظ الله، احفظ حدوده، هذا في نهي. لذلك المؤمن، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. التردد، والله معقول أنه أفعل هيك أو ما معقول؟ من أنت حتى تقول معقول أو ما معقول؟ أنت أمام أمر، أنت أمام أمر إلهي، فإذا فكرت في أن تفعله أو أن لا تفعله فلست مؤمنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. التفصيل، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال. أمرك أن تصلي، أمرك أن تغض البصر، أمرك أن تقول للناس حسنا، أمرك أن تصل رحمك، أمرك أن تنصف الناس من نفسك، أمرك أن تقرأ القرآن، أمرك أن تحسن إلى كل الأنام، هي أوامر. وعند نواهيه بالاجتناب، هي الحفظ، تطبيق الأمر واجتناب النهي. وعند حدوده بعدم التجاوز، فمن فعل هذا كان من الحافظين. أنت حفظت، شوف، احفظ الله،
تحتاج تفسير. احفظ أوامر الله بالتطبيق، احفظ نواهيه بالاجتناب، احفظ حدوده بعدم التجاوز. يعني نشب خلاف بينك وبين زوجتك، فالخلاف يستأهل أن تعاتبها، أن تعرض عنها، لكن لا يستأهل أن تطلقها. تجاوزت الحدود. لا تطلق المرأة إلا من ريبة، إذا شككت في أخلاقها، إذا خانتك، هذا العمل يقتضي الطلاق. أما أن إذا غاضبتك أو غاضبتها أو قصرت في حقك، عاتبها، اهجرها، أعرض عنها. أما أن توقع الطلاق بسبب لا يستأهله الطلاق، تجاوزت الحدود. استمعوا أيها الإخوة إلى قول الله عز وجل حينما قال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من هو الحفيظ؟ هو الذي يحفظ حدود الله، يحفظ الأوامر فيطبقها، يحفظ النواهي فيجتنبها، يحفظ الحدود فلا يتجاوزها. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قال الآن ما هي أبرز هذه الأوامر؟ فهمنا قبل قليل أن حفظ الله هو حفظ أمره بالتطبيق، ونهيه بالاجتناب، وحدوده بعدم التجاوز. طيب ما هي أبرز أوامر الله عز وجل؟ أجمع العلماء على أنها الصلاة. من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. لا خير في دين لا صلاة فيه. ربنا عز وجل يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن حافظ عليهن الخمس صلوات كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. هذا أول بند، الحفاظ على أول أمر في العبادة وهو الصلاة. في عنا أمر آخر، الطهور. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني المؤمن دائما متوضئ، خرج من بيته متوضئ، أذن المغرب دخل وصلى، كان في مجلس، الوضوء صعب به المجلس، نصلي متوضئ والحمد لله. فالمحافظة على الوضوء من فروع المحافظة على الصلاة، ما دام يهمك أن تصلي في الوقت المناسب، في الوقت المستحب، وأن تؤدي الصلاة على وجهها، إذن يجب أن تستعد لها بالوضوء الدائم. لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي قول يعني يرويه أكثر العلماء، وإن كان هناك تحفظ في بعض فقراته، إنه من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصلي فقد جفاني، ومن صلى ولم يدعني فقد جفاني، ومن دعاني ولم أجبه فقد جفوته. ولست برب جاف، ولست برب جاف، ولست برب جاف. إذن المحافظة على الصلوات والمحافظة على الوضوء، هذا معنى احفظ الله يحفظك. في حفظ ثالث: واحفظوا أيمانكم. يعني لأتفه سبب والله العظيم كذا، طول بالك، لكي تبيع بنطالا تقسم أربعة أيمان. الله قال: واحفظوا أيمانكم. لا تحلف إلا لأمر ذي بال، وقد استحلفت.
اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة. اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقعة. واحفظوا أيمانكم. طيب، احفظوا الله يحفظك. قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. الرأس وما وعى، ما في الرأس؟ في لسان، وفي عين، وفي أذن. يعني يبدو اللسان لخروج المعاني، والعين والأذن لتلقف الصور الصوتية والبصرية. فإذا غضضت بصرك عن محارم الله فقد حفظت عينك، وإذا كففت عن سماع الغيبة والنميمة والمنكر والفحش وقول الزور وشهادة الزور والغناء فقد حفظت أذنك، وإذا استقام لسانك فلم ينهش أعراض المؤمنين ولم يتكلم بما لا يرضي رب العالمين. فالرأس في العين والأذن واللسان. حفظ اللسان بقول الحق واجتناب ما نهى الله عنه، وحفظ العين بغض البصر عن عورات المسلمين، وحفظ الأذن بكفها عن سماع ما لا يرضي الله عز وجل. قال: أن يحفظ الرأس وما حوى وما وعى، وأن يحفظ البطن وما حوى. ماذا في البطن؟ ماذا في أعلى البطن؟ القلب. ما المعصية التي يمكن أن يرتكبها القلب؟ أن يعقل، أن يصر على جهل أو استكبار، أو أن يسيء الظن بالله عز وجل. إذن أن يحفظ قلبه من سوء الظن بالله، أن يحفظ قلبه من أمراض النفس، من العجب، الكبر، الاستعلاء، الحقد، الأنانية. طيب، وأيضا في معدة، أن يحفظ هذا البطن من أكل مال الحرام. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. صار معنا حفظ الصلاة، الحفاظ على الصلاة، والحفاظ على الوضوء، والحفاظ على الطهارة، والحفاظ على الأيمان، والحفاظ على الرأس وما وعى، والبطن وما حوى. هذا كله تحت قول النبي الكريم: احفظ الله يحفظك. القلب، قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. عبدي، طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ طهرت منظر الخلق سنين. يا الله عز وجل دائما وأبدا ناظر إلى قلبك. ما في هذا القلب؟ في حقد، في ضغينة، في شحناء، في بغض لمسلم، في قطيعة رحم، في استعلاء على خلق الله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. الله عز وجل جمع هذا كله فقال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من أغرب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ ما بين لحييه، اللحيين الفكين، وما بين رجليه دخل الجنة. ماذا يفهم؟ يعني هناك شيء، هناك شيئان كافيان لإدخال الإنسان جهنم: لسانه وفرجه. قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ ما بين لحييه، اللسان، باللسان في غيبة، باللسان في نميمة، باللسان في قول زور، باللسان في كذب، باللسان في تدليس، باللسان في بذاءة، باللسان في استعلاء،
باللسان في احتقار آلاف المعاصي. قال يا رسول الله أو نؤاخذ بما نقول؟ قال له ويحك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني ممكن يدخل الإنسان إلى النار من اللسان فقط. هلأ إذا واحد قال لزوج مازحا أنه انتبه لبيتك، فظن الزوج أن في أخلاق زوجته خللا فطلقها تعسفا وشردها وشرد أولادها، أسرة اتدمرت لأنه إنسان تكلم بكلمة ليس متيقنا منها. لهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة. أن تغوص، أن تخوض في أعراض المسلمين، أن تفرق بين شريكين، بين زوجين، بين أخوين، بين جارين، بين مؤمنين، فلان إياك أن تسلم عليه، هذا من أخلاق المؤمنين. فلذلك من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة، معنى إرادته قوية جدا، ضابط لسانه وضابط صوته، انتهى الأمر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. النبي عليه الصلاة والسلام عن اللغو معرضون ولفروجهم حافظون، قال من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. والحقيقة يعني من معلوماتكم المنسية أن طريق حفظ الفرج ما هو؟ غض البصر، لأن الله عز وجل قدم غض البصر على حفظ الفرج، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فتقديم غض البصر على حفظ الفرج دليل أن طريق حفظ الفرج هو غض البصر. نعم. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين بصفة واحدة أو بصفات عدة من أبرزها، قال والحافظين فروجه والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. شوف الصفة، مؤمن حافظ لفرجه، شهوة أودعها الله في كل إنسان وفي الأنبياء، سمح لك بقناة نظيفة هي الزواج، فضمن المسموح أهلا وسهلا الحمد لله، المحرم ممنوع، ولو قطع الإنسان إربا إربا. يعني إن إبليس طلاع رصاد، إبليس ذكي، يعني ذكي جدا، لكن ذكاء شيطاني أو ذكاء إبليسي، إبليس هو، لأنه إن إبليس طلاع رصاد، وما هو من فخوخه، عنده 50 فخ للمؤمن، فخ شبكة يعني مصيدة، وما هو من فخوخه بأوثق لصيده في الأتقياء من النساء. يعني المرأة بيد إبليس أكبر فخ. اتقوا الله، نعم، واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأنا أعتقد يعني على مستوى الشباب أن يؤتى من أكل المال الحرام أبعد من أن يؤتى من النساء. يعني في عندك شيئين أو هناك شيئان نقطتا ضعف في حياة الإنسان، المال والمرأة.
فإذا كنت محصنا من أن تأكل مالا حراما، وكنت محصنا من أن تفعل ما لا يرضي الله مع امرأة، فقد حفظت دينك. يعني تسعة أعشار المعاصي من المال والنساء. الشباب أكثر المعاصي من النساء، لذلك إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. عجب ربكم من شاب ليست له صبوة. وكل شيء بحسابه. الذي يعف عن النساء قبل الزواج، أول مكافأة له زواج ميمون، زواج موفق، زواج يسعده طوال حياته. ومن شذ قبل الزواج لعن الله الذواقين والذواقات، عاقبه الله بزواج شقي. كل شيء في حسابه الدقيق. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد أصحابه سأله: يا رسول الله، كيف أحفظ فرجي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تضعه إلا في حلال. يعني أنا في كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، كتاب من أشهر كتب الحديث، وفي هذا المسجد يعني من سنوات عدة درست قسم كبير منه. هذا الكتاب في ألطف ما فيه أن الأحاديث مبوبة وفق أوائل حروفها. فمثلا كلمة حق، هناك أكثر من 15 حديثا تبدأ بكلمة حق. حق المسلم على المسلم، معروف الحديث، حق الأب على ابنه، حق الابن على أبيه، حق الزوجة على زوجها. إلا في حديث واحد حينما أقرأه يقشعر جلدي: حق المسلم على الله أن يعينه إذا أراد العفاف. مسلم أراد أن يعف عن الحرام، حق على الله أن يعينه. الله عز وجل بيسر الأمور تيسير عجيب عجيب في البيت والأساس والزوجة الصالحة. يعني هيك سمعت إنه شاب فاتح محل صغير في أحد أحياء دمشق، وأمام وبين الحي في أبنية شاهقة وأبنية فخمة، وطبعاً الأبنية فيها أسر غنية، الفتيات داخلين داخلات وخارجات من هذه البيوت. هذا الشاب طاقت نفسه للزواج ولا يجد ما يملك، طلب من أمه أن تخطب له من هذه البيوتات. سخرت أمه منه: أنت ما معك شيء، أنت جماعة أغنية. قال لا، أنا مستقيم، أنا ما بعرف الحرام بحياتي. هو يعتز باستقامته لكن لا يملك شيئا. فلما ضغط عليها ذهبت إلى بعض هذه البيوت ولم تطلب منهم شيئا، لكنها ذهبت مداراة لابنها. مو معقول يعطوها، مستحيل. كانت تقول له: والله طلبت ما أعطوني يا ابني. هو يصدقها، هي تكذب عليه وهو يصدقها. طيب البيت الفلاني، هي واقعية أمه، مستحيل يعطوا شاب لا يملك شيئا، لكن ثقته بالله عز وجل. قصة واقعة، واقعة قبل أشهر. جاءه رجل من سكان هذا الحي، قال له: يا بني، أمتزوج أنت؟ لا والله يا سيدي. قال له: عندي فتاة عمرها 14 عاما تناسبه، أرسل أمك إلينا البيت الفلاني. فأرسل أمه، مناسبة جدا لكن ما في شيء. فلما جاءه مرة ثانية قال له: والله يا سيدي، البنت مناسبة أما أنا لا أملك شيئا. قال له: هي والبيت يا ابني، هي والبيت. هو يعني أبت نفسه أن يعصي الله. في الله عز وجل موجود، بس لحد ينتظر مفاجأة مثل المفاجأة هي، تقدروا تعملوا لي طالبوني فيها كله. أما إذا صدقت في طلب الحلال وعففت عن الحرام، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن إلا أن يكرمك.
يعني إذا أردت العفاف فحق على الله أن يعينك. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: ما شكا إليه أحد ضيق ذات يده إلا قال له اذهب فتزوج. هو لحاله ماشي حاله. طاعة الله رأس مالك، فإذا كنت مطيعا لله عز وجل تولى الله عنك. طبعا اسعى، اسعى قليلا لكن الله يعينك كثيرا. تحرك والله يوفق، ابحث والله يهديك، اعمل والله يرزقك. يعني الناس يفهموا التوكل قاعد بالبيت. قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير قاعدة تغدو خماصا وتروح بطانا، في حركة، الحركة فيها بركة. اسعى، اسأل. أجمل حديث مرة شرحته: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل لا حول، فقل حسبي الله ونعم الوكيل. دقيق جدا الحديث. تقعد بلا سعي لست مؤمنا. تحرك، اسأل، ابحث عن وظيفة، ابحث عن عمل، ابحث عن بيت. أخي ما حدا بيأجر، ابحث أنت، من قال لك؟ في حالات استثنائية ابحث، أي دبر أمرك، والله المدبر وعلى الله الباقي. إن الله يلوم على العجز، عليكم بالكيف، بالتدبير، بالسعو، بالسعي، قال بالسعو، أي باللغة العامية بالسعو، لك الدنيا بدها سعو. عليكم بالسعي والتدبير والبحث والأخذ بالأسباب وعلى الله الباقي. فإذا غلبك أمر عندها قل حسبي الله ونعم الوكيل. طيب، فهمنا يعني المحافظة على الصلاة، المحافظة على الوضوء، المحافظة على الأيمان، المحافظة على الرأس وما وعى والبطن وما حوى. هذه بعض الآيات والأحاديث التي وردت في المحافظة. لذلك احفظ الله، لأن الجواب يحفظك. ما معنى يحفظك؟ دققوا في هذا الجواب. قال: وحفظ الله لعبده نوعان. النوع الأول حفظه له في مصالح دنيا، كحفظه في بدنه، صحة طيبة، وحفظه في ولده. يعني كثير في أخطار بالبيت، يعني أيام بريق شاي يصيب وجه طفل صغير يسبب شقاء للأسرة، وجه تسوى، أو فتاة مثلا كلما ألقت أمها عليها نظرة زابت ألما. إذا الله عز وجل حفظ لك أولادك، الطفل سليم، سليم معافى، ثقب بوتال مغلق، دكان مفتوح، شغلة كبيرة كثير، عملية قلب مفتوح لبعد 10 سنوات بدها 800 ألف، ونجاحها بال130. فإذا واحد الله عز وجل حفظ له صحته وصحة زوجته وأولاده، هذا شيء عظيم جدا. قال: كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. احفظ الله يحفظك، يحفظ لك بدنك من الأسقام والأمراض والأدواء، ويحفظ لك أولادك، ويحفظ لك زوجتك، ويحفظ لك. والله سمعت من يومين طفلة أصابها مرض عضال، دفع عليها أبوها 1.5 مليون ثم ماتت. يعني مو ماتت فقط، قبل أن تموت أنفق عليها كل ما يملك. يعني الله عز وجل قادر يشلحها كل مصاريك بطريقة وأنت راضي، ما عاد توفي. طبعا موقف بطولي هذا، لكن ممكن كل شيء مدخره يدفع فيها وأنت راضي. فإذا واحد حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى،
وحفظ أمر الله فلم يعصه، وحفظ نهيه فلم يتجاوزه فلم يقترفه، وحفظ حدوده فلم يتجاوزها، ألا يحب أن يحفظه الله عز وجل؟ الحفظ في بدنك وفي أولادك وفي زوجتك وفي أهلك. والمال شقيق الروح، أيام مال بالصادر، أيام البيت تدفع حقه مبلغ كبير جدا بيطلع عن بعضع، أمر بإخلاء البناية ما حلته غيره. أحيانا بيت بيروح بأبخس الأثمان، تنظيم، خذ 10,000 ليرة حقه 800,000 مثلا. أحيانا بضاعة تفسد، بعتوا بضاعة تلفت في الطريق، البراد تعطل، فواكه حق ملايين كبوها بالصحراء، راح المال كله. يعني في قصص الإفلاسات كبيرة جدا لأتفه الأسباب. واحد معه بضاعة بيكون بسيارة براد، السائق لجهله فات لقريته، نام 3 أيام، سكر براد كلها تلفت على حساب صاحبها، وعلق بالمحاكم وعلق ممكن. فاحفظ الله يحفظ لك بدنك من الأمراض، احفظ الله يحفظ الله لك زوجتك. شو إذا واحد زوجته أصابها مرض عضال، والله من المصائب الكبيرة جدا هذه. احفظ الله يحفظ لك أولادك، احفظ الله يحفظ لك مالك. أنا بالخطبة أحيانا حينما أدعو إخواننا إلى التبرع أقول لهم ادفعوا يدفع الله عنكم كل مكروه، ادفعوا ليحفظ الله لكم أموالكم وأهليكم وأولادكم وصحتكم. حديث من أروع الأحاديث، احفظ الله يحفظك. أبدا، احفظه يحفظك. ما بعتقد في واحد من الحاضرين لا يتمنى من أعماقه أن يكون في صحة جيدة هو وزوجته وأولاده، وأن يحفظ الله له ماله. كل هذا إذا حفظ حدود الله، حفظ أوامر الله فطبقها، حفظ نواهيه فلم يقترفها، حفظ حدوده فلم يتجاوزها، حافظ على الصلاة، على الطهارة، حافظ على أيمانه، حافظ على رأسه وما وعى، بطنه وما حوى. هذا من جوامع الأحاديث. اسمعوا لقوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا المؤمن، تصور إذا واحد غالي على جهة معينة يقول لك يعني حراسة مشددة ومرافقة وكذا، طيب أنت كمان كمؤمن غالي على الله كثير، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، كل هذا من أمر الله. يعطي ربنا توجيه للملائكة احفظوا فلان، تلاقي هالطريق لا تروح منه بيكون في مشكلة، هالصفقة لا تشتريها لك عص قلبي بيكون فيها تفليس، يحفظونه من أمر الله. ربنا بوجهك، إذا أنت معه بوجهك، بوجهك بأمر حياتك، بعلاقاتك، بتجارتك، بصناعتك، بزراعتك، يحفظون. أي رائعة جدا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله. فأنت كمان معك مرافقة، أنت كبيرة كثير، ملائكة معك، أنت كمؤمن في معك ملائكة، ملائكة من أمر الله تحفظك يا عبد الله. يعني حياتك غالية على الله، حياتك وسلامتك غالية على الله عز وجل، سلامتك غالية كثير. هيك المؤمن ما بيروح رخيص لكن بسبب تافه، لا، غالي على الله، في حول من يحفظه. قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله. وقال علي رضي الله عنه: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر الله عليه، وإن الأجل جنة حصينة. مدام
الأجل في فسحة فهو في حفظ الله. مريضة جاءها طبيب قال لها معك مرض خبيث، ثلاث أيام توني خالصة بكل صراحة، انهارت نهائيا انهيار نفسي. فطلبوا طبيب مؤمن، أول ما أجا قلت أنا بموت، قال لها إيه بتموتي وأنا بموت، يمكن تمشي بجنازتي أنت هيك. قال لها الطبيب لكن إذا الله خلق الشفاء خلق الشفاء وعالجها، ولحكمة أرادها الله عز وجل جعل شفاءها على يد هذا الطبيب وعاشت. نعم. قال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الإنس والجن والهوام. أيام الإنسان بينام بخيمة، منطقة كلها أفاعي كلها عقارب، أنت مؤمن نام، خذ احتياط، ما لك حيلة لكن نام. يحفظونه من أمر الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يكن يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، لم يكن يدع هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ففي تأكيد: إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يمشي على لغم يقول لك ما عاد بين طار، وأن أغتال من تحتي. دعاء لطيف: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. من القوانين الثابتة أنه من حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. مرة ثانية: من حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. قال: كان بعض العلماء قد تجاوز المئة، أحد شيوخ الأزهر الصالحين عاش 130 عاما وكان يتمتع بعقله وقوته وسمعه وبصره. هنا ورد أن أحد العلماء جاوز المئة وهو ممتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة فعوثب في ذلك، معقول بالمئة هالنطة هالوثبة؟ فقال هذا العالم: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. عكس ذلك، رأى بعض السلف شيخا يسأل الناس، يعني الإنسان وهو في شيخوخته في أمس الحاجة إلى دخل وفير لأنه صار إنتاجه قليل وحاجاته كثيرة. عكس الشاب، إنتاجه كثير وحاجاته قليلة. فبعض السلف الصالح رأى شيخا يسأل الناس يتكففهم، طبعا ليس أمامه، قال: إن هذا ضعيف ضيع الله في صغره فضيعه في كبره. يعني أروع شيء بالحياة شيخوخة مؤمن، تلاقي متمتع بكرامة بعزة بمحاكمة جيدة بعقل كبير بمكانة اجتماعية وهو في الثمانين. والله التقيت مع أحد الإخوان العلماء قال لي: أنا عمري 85،
قلت له كيف صحتك؟ قال لي وضع على العمر ممتازة صحتي، في عندي متاعب بهالسن ممتازة. بيجي من آخر المدينة لمركز عمله، يعني بيجي أيام مشي بيجي أيام ركب، بالـ85. لذلك العبارة الثابتة حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. في عنا بشارة أبعد من ذلك، لما ربنا قال وكان أبوهما صالحا، معنى ذلك أن المؤمن يحفظ الله له أولاده. قال سعيد بن المسيب لابنه إني لأزيد في صلاتي من أجلك، رجاء أن أحفظ فيك، يعني أنا أزيد من صلاتي من أجلك لعل الله يحفظك بعد مماتي. ثم تلا هذه الآية وكان أبوهما صالحا. سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقول ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه، بل إن أحد العلماء يقول إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ الله وفي ستره. حتى أن بعض الحيوانات المؤذية قد يسخرها الله لحفظ الإنسان، وهناك قصص كثيرة جدا. بعضهم قال إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. إن شاء الله في الدرس القادم نتابع هذا الموضوع، ولكن أبرز ما في هذا الحديث أوله اجعل هذا الحديث أو هذه الفقرة من الحديث شعارا لك، احفظ الله يحفظك. ملخص الدرس، الحفظ حفظ أمر الله بتطبيقه، حفظ نهيه باجتنابه، حفظ حدوده بعدم تجاوزها، هذا الحفظ. الآن يحفظ الله لك صحتك وأولادك وزوجتك ومالك.